يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله. أبو سالم، أنا وأنت وجميع الناس لا شيء بدون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كنز عظيم، كلمة لها قدر عند الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. السماوات بأفلاكها، بالنجوم، بالكواكب، الأرض، بالجبال، بالأنهار، بالبحار، الملائكة، كل شيء، الإنس، الجن، خلقوا من أجل لا إله إلا الله. فانشروا لا إله إلا الله وعلموها أبنائكم وحافظوا عليها، حافظوا على هذا الكنز العظيم، وانشروا هذا الحديث حتى يكون شافع لنا يوم القيامة. أحلى كلمة بالوجود شيء الله، قولها الحين، الله.